السلام عليكم، معكم رضا نصر الدين، ابن مدينه فاس، سن 23 سنه، بطل المغرب عده مرات وبطل مدينه فاس عده مرات، مزاول رياضه كما السام والفيتنس. البطولات اللي خديت هما صراحه بزاف، من 2016 وانا كنشارك خديت بطوله في فئه المافيزيك الرتبه الرابعه. جلست كثير الله بديت يلاه ما عارف في الدومين، راكم عارفين كتكون يلاه بديتي ما عارف بزاف د الحوايج. سنه 2017 خديت الرتبه الثالثه فئة المافيزيك نيت، طلعنا شاركنا في فينال في تيزنيت. سنة 2017 نيت خديت الرتبة الأولى مدينة فاس، تماك فين بديت كنتعرف على المستوى الوطني وحتى الدولي. الناس رجعوا كيعرفوني حتى خارج المغرب. صراحة زعما بحال أي مجال سواء رياضي ولا ثقافي ولا تربوي، كورونا هرساتنا نفسيا حتى ماديا، حيت ما كناش عوالين عليها، جات على غفله. الناس كانوا عايشين الحياه ديالهم، حنا كنا كنبريباريو البطوله خارج البلد، كنا باغيين نشرفوا بلدنا المغرب في اوروبا. ساعة قدر الله ما شاء فعل. نقدر نقول لك كورونا غيرت بزاف د الحوايج، لا من ناحيه التحضيرات، حنايا حبسنا التحضيرات، حبسنا التمرين، داك المده اللي كان فيها حجر صحي واحد كانت مزيره الدعوه شويه، ما كناش كنترينو في لاصال. كنت اغلبيه كنترين في السطح مع لي فان ديالي، كنت كندير لايفات في انستغرام. وفاش بدات شويه القضيه كتحسن، كان الصديق والاخ صاحب صاله جولدن جيم بلال كان كيعطيني مفتاح ديال الصاله، كنت كنمشي نتمرن بواحد تماك، كنوجه ليه تحيه من المنبر هذا. دابا الحمد لله البريباراسيون غاديه في احسن ما يكون بنا، الحمد لله كنسترجع المستوى، وحتى النفسانيه بدات كتغير الحمد لله كما كانت. دوك جيونا عروض مع شركات ديال المكملات الغذائيه وحتى ديال الحوايج الحمد لله. والحمد لله نتمنى من الله نشرفوا مدينه فاس اولا والمغرب بطولات دوليه. الفئات اللي معروفين في المغرب هما فئه المان فيزيك والبودي بيلدينغ، هما الفئات اللي كاينين حاليا. فيتنس حتى هي اللي هي بارت من المان فيزيك. اللي كنعرفوا فئه المان فيزيك كيعتمد على النصف العلوي، يعني تحت ما كيعترفوش به ولا ما كيشوفوش به الا السمانات، عضلات السمانات والعضلات الموليه لي مولي، هما اللي كيكونوا تحت تقييم الحكام. انا لعبت فئه المان فيزيك واحد المده ديال عامين، فاش شفت راسي عندي النصف السفلي مزيان، عندي في واحد المستقبل كبير، التجأت لفئه البودي بيلدين. والحمد لله حنا غاديين في واحد الوتيره اللي مزيانه، ان شاء الله باذن الله البطوله الجايه اللي غادي نلعبها تكون دوليه، وغادي نهدي الفوز ديالي لجميع الاخوه اللي كيحبونا، وغادي يكون فيها البروكارد باذن الله، وغادي نشرف الجميع في فئه الكلاسيك فيزيك. صراحه في التحضير شي بطوله سواء المان فيزيك ولا بودي بيلدين ما سهلاش، يعني راه ماشي غير لونطريمون، كتدخل في واحد ستريس، واحد الضغط نفسي كبير، ضغط مادي كبير، كتزير من ناحيه الماده، كتزير من ناحيه الفلوس. ذكرنا ونعاودوا نذكرها، حيت الفلوس واحد كتلعب واحد الدور كبير في هذا المجال هذا. كتدخل في الريجيم، خصك المكملات الغذائيه ضروري كتعاون بهم، خصك مكملات غذائيه على حساب، فاش كنقول مكملات غذائيه كنقول الملتي فيتامين، البي سي ا ا، لي زاسيد امينو، البروتيين، الوي. التحضير عاوتاني فاش كتبقى داك شهرين ولا شهر على حساب كل جسم ديالو، الجسم ديالو هو اللي كيخليك تحكم شحال المده خص الانسان يدخل في الريجيم. كاين الاجسام اللي كتحتاج 6 شهور 5 شهور ديال الريجيم القاسي، وكاين اللي كتحتاج واحد المده قصيره، يعني الميتابوليزم كيلعب دور في هذه النسبه هذه. النصيحه اللي نقدر نوجه للاخوان مدينه فاس ولا المغرب عامه هي يتهلاو في صحتهم اولا، يكون عندهم واحد الصبر واحد الالتزام، حيت هاد الرياضه هادي كتحتاج صبر كبير، حيت الناس فاش كتدخل تريني اول مره ما كتكونش عواله، كتكون عواله باغا دير برين فورما، يعني فاش كتدخل الاسبوع الاول والثاني ما كتشوفش واحد التغيير كيطيح على المورال، كتخاف واحد ديبرسيون. داكشي علاش كنقول لهم صبروا، تهلاو في صحتكم، ما تصنتوش لاي مدرب، عزلوا المدربين اللي كفاء، ماشي اي واحد راه عنده فورما راه مدرب. التدريب راه علم و اكسبيريونس. حنا ولينا في واحد الوقت ديال دابا ولات السوشيال ميديا كتلعب دور، السوشيال ميديا، حيت دابا اي واحد ولا كوتش اونلاين، يعني دابا حاليا ولينا كنتعرضوا لواحد الضغط. انا كمدرب رجعت كنحشم نقول للناس راني كوتش دابا، حيت ولا كلشي ولا كوتش دابا، ولاو كزاره كوتش، بلومبيا كوتش، فهمت معايا الهضره هذه.
النصيحة اللي نعاود نقول لهم هي الصبر، الصبر والالتزام، وتهلاو بصحتهم ويبتعدوا على المخدرات وعلى الشراب وتهلاو بصحتهم حتى اللي غادي يدين ليهم. السلام عليكم، معكم حميد محمد امين، هاوي في رياضه كمال الاجسام ومن بين المتدربين ديال السي رضا نصر الدين. انا كإطار بنكي كنبغي نوجه للناس كافه عامه انهم يلتجؤوا لهذه الرياضه هذه، حيت رياضه اللي مبنيه على الاخلاق ومبنيه على واحد ديسيبلين اللي خص الواحد يديرها في حياته. يعني ماشي اي واحد مشغول ولا هذه يعطينا هذه الاعذار بانه ما عندوش كيفاش يدير تريني ولا انه يتهلا في صحته، راه الصحه هي كل شيء. والحمد لله لقيت واحد الكوتش اللي هو كفء وتهلا فيا وعطاني وقته وما بخلش عليا بالخبره ديالو الحمد لله، واللي كان غادي معايا نهار بنهار، حتى الحمد لله لقيت واحد شونجمون كبير في الحياه ديالي، لا من ناحيه ديال الصحه ديالي ولا من ناحيه ديال المورال ديالي، حيت الرياضه راه ما كتعاونش غير في انك تبني الجسم ديالك، ولكن كتعاونك حتى في داك لو كوتيديان ديالك، كتولي نشيط، كتولي اكتيف، كتولي واحد لو مومبغ اكتيف ديال في هاد لا سوسيتي. الله يبعد علينا هاد الوباء هذا اللي كان وقفنا على الميادين، وكنوجه التحيه للجميع والاستاذ رضا، وتبارك الله عليكم. تهضرنا ان شاء الله باذن الله اخ امين فاش غيحصل على البروكاب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الله يحفظك. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.